أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. كشف النائب عن تحالف السائرون رياض المسعودي عن ضياع 14 تريليون دينار من أموال الضرائب في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء. وقال رياض المسعودي إن موازنة 2019 تضمنت وجود 18 تريليون دينار عراقي تحصل عليها من ضرائب المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء، لكن لم يجب سوى 4 تريليونات فقط. وأضاف أن 14 تريليون دينار ضاعت بسبب الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، مبيناً أن عدداً من الموظفين قاموا بتخفيض الضرائب للتجار بنصف السعر المحدد مقابل الحصول على رشا منهم. قال تحالف سائرون إن حجم الأموال المهربة والمنهوبة من العراق وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار. وأوضح التحالف أن الأموال المهربة من البلاد تنتشر على مساحات واسعة من دول العالم وتصل إلى أمريكا الجنوبية، وتدخل معظمها في مشاريع وبنوك وأندية رياضية ومصانع وعقارات، ما يجعل عملية حصرها صعبة للغاية. أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام المقبل لن تمرر ما لم يتم الاتفاق بين بغداد وأربيل على بنودها بشكل جدي يلتزم به كل الطرفين. وبينت اللجنة أن عدم اتفاق بغداد وأربيل على موازنة العام المقبل سيجعل البرلمان فاقدا الثقة، وبالتالي يجب الالتزام من جميع الأطراف بالقانون خلال الفترة المتبقية من العام الجاري من أجل الاتفاق على موازنة 2020. وأوضحت أن موازنة العام المقبل سيتم احتسابها بعد دراسة علمية من قبل وزارة النفط واستشارة المختصين في هذا المجال، خاصة أن السعر يتراوح ما بين 55 إلى 65 دولار للبرميل الواحد. أعلن رئيس مشروع تطوير حقل يارانا الشمالي الواقع جنوب غربي إيران عن رفع الإنتاج بمقدار 1000 برميل يومياً بهذا الحقل المشترك مع العراق. وأوضح المسؤول بشركة متن لهندسة وتطوير النفط محمد علي أجدري، أوضح أنه عبر تثبيت بضخة ASB في البئر رقم 4 فإن الإنتاج ازداد بمقدار 1000 برميل يومياً. هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير حقل يارانا الشمالي بطاقة إنتاج 30,000 برميل انطلق في شهر تشرين الأول من عام 2016. كشفت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى أن أكثر من 7,000 دنم من البساتين ومزارع عنب دمرت بالكامل، وفقد نحو 3,000 فلاح مصادر رزقهم نتيجة المعارك التي جرت في المحافظة. وقال رئيس اللجنة الزراعية في المجلس حق الجبوري، قال إن تداعيات أحداث حزيران 2014 كانت قاسية على قاطع شمال المقدادية الذي يعد أكبر حوض زراعي في ديالى، ودعا إلى ضرورة معالجة تداعيات كارثة حزيران الأسود والعمل على دعم الفلاحين في إحياء بساتينهم وإيجاد حلول لملف العبوات والألغام التي تمثل خطراً جدياً على أرواح الفلاحين بحسب الجبوري. الآن نتابع وإياكم أسعار النفط أو أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي إلى جانب أسعار المعادن والسوق النفطية. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.